بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا محمد، معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي. إن شاء الله راح نعرض لكم بعض العينات التي درستها في السابق في مختبري. طبعا هذه أحد العينات التي درستها في السابق، عبارة عن بكتيريا أخذتها من أحد البرك المائية. وطبعا تقدر تلقى بكتيريا وطفيليات بنسب كبيرة جدا في المستنقعات والبحار والبرك المائية وشتى المناطق المتواجدة في كوكب الأرض. طبعا هذه البكتيريا عبارة عن بكتيريا حلزونية متواجدة في البرك المائية، ويوجد أنواع الأحياء الدقيقة معها، كي يعني كونها تعيش الميكروبات معها. ومن أخطر الميكروبات اللي شفتها، يعني قد تسبب أنواع من الأمراض للبشر وللحيوان والنباتات أيضا. أنا أنصح الباحثين بدراسة البكتيريا المتواجدة في البيئة ومعرفة فصائلها، كونها موضوع مهم جدا للبحوث في الميكروبيولوجي والأحياء يعني. وكونها يعني بكتيريا، يوجد بكتيريا مفيدة في البيئات لم تكتشف حتى الآن. وأنا أنصح يعني بدراسة هذه البكتيريا والتعمق فيها وعمل بحوث في هذا المجال. إلى هنا انتهى الدرس، كان معكم الدكتور خالد بن سعود الحليبي، وإن شاء الله نشوفكم في درس قادم.